بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى تحية الإسلام. تحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ونحمد الله ونشكره على أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نشكر أسرة السادة الرفاعية بشيخها وشيخ طريقتها الشيخ طارق الرفاعي على هذا الاجتماع المشرق الذي نتدارس فيه سيرة واحد من أئمة الإسلام ومن شيوخ التصوف الإسلامي ومن الأقطاب المعروفين في ذكراه، ألا وهو سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه. إن هذا الشيخ الجليل وهذا الإمام العظيم واحد من أئمة التصوف الإسلامي وواحد من أولياء الله الصالحين. قضية الولاية لا يماري فيها مرور ومعه عقل، بعد أن ذكرها رب العزة في قرآنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة. وبعد أن أعلن رب العزة الحرب على من يعادي أولياءه وأصفياءه وأحباءه، حين قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. بعد ماذا؟ ماذا يقول أهل الشهر الذين يحاربون الأولياء والتصوف؟ ماذا يقولون بعد أن قال رب العزة في قرآنه الكريم، وبعد أن حسم هذه القضية التي تستوجب علينا أن نتعرف على خطى هؤلاء الأولياء؟ أن نحن وحضرهم، أن نحبهم، أن نحب الله ورسوله وأولياء الله وآل بيته. والمحبة تتمثل في الاقتداء والاهتداء والطاعة وكثرة النوافل والبعد عن المعاصي. بهذا نتواصى في مثل هذه المؤتمرات، بهذا نتواصل في مثل هذه اللقاءات. فإن حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين نجتمع في ذكرى واحد منهم هي الأسلوب الذي يتمثل فيه الاقتداء العملي والاهتداء الحقيقي
ومن يمشي في خطاه ومن يسلك طريقه ومن يصاحبه يسعد دنيا واخرى. الا ترى ان القران ذكر صفوه منه من اهل الكهف حين صاحبه كلب ذكره القران سيقولون ثلاثا ورابعه كلب الكلب فما بالك حين يكون الانسان. قيل تشقى بحب اهل النبي قلت هذا كلام ذاو شقي فاز كلب بحب اصحاب كهف افاشقى بحب اهل النبي من اجل هذا نحبهم ونسير على الخطى المباركه التي نتواصى فيها بطاعه الله وباداء فروض الله وبكثره النوافل. ولا يزال عبدي يتكرر الي بالنوافل حتى احبه لنحظى بمحبه الله لنا بكثره النوافل وكثره الطاعات. ايها المريدون والاحباب للتصوف وللاولياء ولال البيت وللامام الرفاعي هل حققتم هذه المحبه؟ ارجو ان تحققوها سلوكا وعملا كما كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناه من فضول فلا تعلم نفس ما اخفي لكم قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. محبتنا لهم تتمثل في الطاعه. اما ان تقول انك تحبهم او تحب الرسول او تحب الله وانت عاصي الله هذا كذب. تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعملي في القياس الشديد. لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. الامام الرفاعي حقق الامام السيوطي وهو من هو في تحقيقه وتدقيقه كرامه للامام الرفاعي وذكرها في احدى كتبه وهو يوضح حقيقه هذه الكرامه التي مدت فيها اليد الشريفه اليه حين وقف امام الحجره الشريفه وقال في حاله البعد روحي كنت ارسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي وهذه دوله اشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بعجبتي. فمدت له اليد الشريفه كما حققها هذا الامام الجليل. فكرامات الاولياء بغبورها الخارقه للعاده لا يماري فيها امر وما عقل. ومن اجل ذلك التقينا اليوم لنقولها من هنا وعبر اثير اذاعه القران الكريم الاذاعه التي اطلق عليها امامنا العارف بالله المغفور له باذن الله الامام عبد الحليم محمود شيخ الازهر الازهر جامعه اسلاميه كبرى ضمت من خلال هذه الاذاعه وعبر اثيرها اليوم للعالم باسره ونقول له جربتم الاشتراكيه جربتم الديمقراطيه جربتم النظم السياسيه واعلنت افلاسها جميعا لم يبق الا التصوف. ارجوكم ان تجربوه ولو مره فانكم ستجدون النصر من عند الله العزيز الحكيم. جربوا محبه الله ومحبه ال بيت رسول الله ومحبه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اننا ايها الاساده حين نتواصى في هذه اللقاءات بالسير على الجاده وندعو الجميع ونقول لهم كم من المنحرفين ظهروا في ايديولوجيات ونظريات نادى بها العالم واعلنت افلاسها. التنظيم والهيئه
التي لم يخرج من عباءته متطرف او ارهابي او منحرف او منحل هو التصرف الاسلامي الحقيقي. واقول للذين يشغلون عن التصرف اقرأوا فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ السلفية الذي كتب في بعض اجزاء هذه الفتاوى الخاصة بالتصرف وقسم الصوفية الى ثلاثة اقسام وقال القسم الاول يصل الى درجة الصديقية والقسم الثاني متوسطون كأمثالنا في العبادات والتقرب والقسم الثالث البعيدون عن المحرم التصرف البعيدون والذين انتبهوا اليه فحكم على التصرف به وكان منصفا في بيان حقيقة التصرف الاسلامي ولا عليك من كلمات اهل الشهر على اهل الله والصالحين. وعلينا في مثل هذه الاجتماعات وفي مثل هذه اللقاءات ان نتواصى بالحق وان نتواصى بالصبر وان نتحاب وان نترجم حبنا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي قائل رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيه كان حقا عليك ان تقضي العمر مديحا فيهم وفي من يليهم. قلت ماذا اقول والكبر طر يستمد العطاء من ايديه اي معنى للمدح منه وقد جاء الكتاب العزيز بالمدح فيهم انا لا استطيع امدح قوما كان جبريل صاحبا لامين. لذلك يا سادة ندعو كل الموحدين في كل الأرض أن يكونوا أئمة ودعاء لا داعي لأن تكثروا من أعداء المسلمين لا داعي لأن تتخذوا موقفا متشائما من التصرف ومن أهله بل كونوا أئمة ودعاء حتى يفتح الله علينا بركات من السماء والأرض. وفي هذه الذكرى العطرة لهذا الإمام الجليل نطرح إلى الله سبحانه وندعوه من قلوب مخلصة أن يكتب لنا جميعا القبول. اللهم لا تدع لنا في هذا الدمع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وفك كرب المكروبين وفرج الهم عن المهمومين واغفر لأمة محمد أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الكائنات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ونبيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة
ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم يا ربنا صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وانفعنا به في الدنيا واحشرنا تحت لوائه في الآخرة. واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. نسألك يا ربنا أن تكون لنا ولا تكن علينا، فاغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانفعنا بسيدنا النبي في الدنيا والآخرة، أحينا على ملته وأمتنا على شريعته وابعثنا تحت لوائه، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنة الخلد يا أرحم الراحمين. نبدأ بالشكر المثنى لسماحة الشيخ طارق ياسين الرفاعي شيخ السجادة الرفاعية وسليل هذه الأسرة المباركة لدعوة كريمة منه تجمع الأحباب وتفتح الأبواب. لهذه الدعوة التي جعلت تلك الليلة ليلة مباركة وكأنها من ليالي القدر، يلتف فيها قادة التصوف الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس الخير. قلوب طاهرة في ليلة مباركة تحتفل بركن من أركان القطبية، سيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حفظ الله هذا الإمام الجليل صغيرا وكبيرا، فلم تصدر منه معصية قط، وكل هذا بإذن الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز العرش. أذن الله لهذا الإمام أن يكون هاديا، وقد انتقل إلى رضوان الله ورحمته في سنة 578، أي من أكثر من 9 قرون، وما زلنا نذكره فنذكره بالخير، لأنه حقق مفهوم التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل.
وعلم أتباعه أن يأكلوا من صنعة يديهم ليعمروا الأرض، ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويتعاونون على البر والتقوى، فصاروا هداة مهديين في مشارق الأرض ومغاربها. نحتفل به وفاء واعترافا بجميل طوقه في أعناقنا، وصاحب الضريح المبارك الذي بني عليه هذا المسجد سيدي علي أبو شباك على تلك الطريقة المباركة. كان هذا الضريح يستجاب عنده الدعاء ولا زال، فكان كل صاحب حاجة يأتي ليدعو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بهؤلاء الأقمار الشموس، يهز تلك السلسلة التي تعلو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستجيب الله من أجله دعاءه. إحدى أميرات البيت الملكي تعودت أنها كلما حزبها الأمر وضاقت بها السبل ولا تجد إلا الله من جاء، جاءت إلى سيدي علي أبو شباك تدعو الله عنده وتتوسل به إليه. فلا تذهب إلى قصرها إلا وقد استجاب الله دعاءها، وقالوا هذا ضريح مجرب. والتجريب معناه أنه قد أتاه الرجال والنساء والصغار والكبار والأسود والأبيض والمصري وغير المصري، فاستجاب الله لهم الدعاء. بركة وميراث للنبوة المباركة، بركة أرادها الله سبحانه وتعالى حبلا متينا بينه وبين خلقه، استجابة الدعاء. ثبت الناس فجاءت وبنت هذه التحفة المعمارية الفريدة الوحيدة الغريبة العجيبة، بنت هذه الأعمدة التي ننظر إليها وقد لا يلتفت إليها كثير من الناس، رسمت على كل عمود صرة تختلف عن شكل الصرة الأخرى، فليس هناك صرتان متفقتان في ذلك المسجد. كل صرة من هذه الدوائر تختلف في شكلها عن الصرة الأخرى، ثم زاد التفنن والجمال، والله جميل يحب الجمال، فجعلت سجاد المسجد متوائما في صرره مع تلك الصرر، ففرش بعدد الأعمدة أو الصرر التي على الأعمدة، وما زال شاهدا على ما يشبه الإعجاز
والتفنن في الجمال، لأن الله جميل يحب الجمال. والنبي جميل. فلما فعلت هذا ضيقت علينا الموارد. احنا ديننا الآن أكثر من 40 سنة ونحن نحاول أن نجدد هذا السجاد ولا نستطيع، وعسى أن يسمع هذا أحد الأغنياء فيأتي ليحيي من درس من حب الجمال عند المسلمين، والذي قاده الأئمة الرفاعية منذ القديم، فيعيد إنشاء سجاد آخر يكون جديدا ويكون متوائما مع سرره، من أجل أننا لم نجد مصنعا يقبل بهذا، أن ينتج واحدة فقط من السجاد، وإن كان المفروض أن ينتج أكثر من 200 سجادة. سينتج 200 سجادة، كل سجادة مختلفة عن السجادة الأخرى، مسألة مكلفة وتحتاج إلى فن، لكنها تحتاج إلى جمال. عرفتم عندما ينادي المصريون يا جمال النبي؟ فهموها فطبقوها حتى أتت هذه النابتة فشوهوا علينا ديننا وأشاعوا في الناس القبح في الداخل والخارج. أدركنا المشايخ والحمد لله أن من علينا بإدراكهم، كانت بطانة العمامة من الداخل على لون الحزام، على لون الشراب، على لون الحذاء. فقلت للشيخ: هذا شأن الحزام ظاهر، متسق مع الشراب ظاهر، لكن لما تجعل داخل العمامة والذي لا يراه أحد متسقا مع ما هو في الخارج؟ قال لي: يا بني، الجمال جمال القلب، مش الجمال الظاهري، ده جوه وبره. كلام آخر غير الذي اهتموا به من وضع اليدين على الثديين أو تحته فوق السرة أو بعدها، منحرفا أو مستقيما، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أما هذا الجمال في الكلام والجمال في المظهر والجمال في القلب والجمال في العلاقات والجمال في الحياة، فهؤلاء هم الذين فهموا عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم مراده، فعبدوا الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعمروا الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وزكوا أنفسهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر وفي تلك الليلة أن تنزل على قلوبنا السكينة، وأن تحفنا الرحمة، وأن تتنزل علينا الملائكة، وأن تذكرنا في ملأ عندك،
وأن تسهل لنا أمورنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تهدئ بالنا، وأن تجمعنا على الحق في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا افتح علينا فتوح العارفين بك، وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وانصرنا بالحق وانصر الحق بنا، واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا، نور قلوبنا وعلمنا العلم النافع، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعة ونفسا قانعة وشفاء من كل داء. يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، فاهدنا يا رب العالمين إليك، واهدي بنا، وهدئ بالنا، وأصلح حالنا، واجمعنا على الخير في الدنيا وتحت لواء سيدنا في الآخرة. كل عام وأنتم بخير. اللهم صل أفضل صلات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات. كل سنة كل سنة.